بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم في كل حين ولحظة. اليوم يا أخوان، مثل ما تحدثنا في الفيديوهات السابقة، أنه تم عندنا قسمتين، قسمات تم إدخال ملكات إلها حديثا، وقسمات أيضا هذه تم أول قسمة تم إدخال ملكات إلها. اليوم صار على تدخيل الملكة، مرة على تدخيل الملكة في هذا في تاريخ نشر هذا الفيديو 15 يوم، هي الفترة الزمنية حتى تبيض، تضع الملكة البيض داخل خلية، قديش 12 يوم. احنا اخرناها الى 15 يوم لتاريخ نشر هذا الفيديو عشان نشوف الملكة اشتغلت او ما اشتغلت. خلينا نشوف. فضل عندنا هون ثلاث خلايا، وفي عندنا كمان هناك خليتين. طبعا هذاك الخلايا تفقدناهن، ما شاء الله الوضع تمام، امور الملكة واضعة للبيض. احنا هذا الفيديو المنصور عليه، بس احنا خلينا نشوف الفيديو الخلايا هاي اللي هون، نشوف اشتغلت الملكة او ما اشتغلت. بسم الله الرحمن الرحيم، خليكم معنا تابعونا حتى نهاية الفيديو عشان تشوف معاي انه الطريقة اللي اشتغلنا عليها طريقة ناجحة او غير ناجحة. بسم الله الرحمن الرحيم، هاي يا اخوان من الخلايا اللي تم تقسيمها في اول قسمة. اول قسمة مثل ما حكينا مر عليها 15 يوم، والفترة المسموح فيها هي الفترة 12 يوم حتى تضع الملكة البيض، بس احنا اخرناها ل 15 يوم عشان نشوف، عشان التصوير يبين معكم اذا وضع البيض. طبعا الملكة تتأخر عادي، مسموح لها يعني اذا تأخرت الى 4 5 ايام حتى الى اسبوع، الوضع عادي بيكون ما في اي مشكلة. هاي الملكة مثل ما انتم شايف، هاي الملكة ما شاء الله كبرانة متلقحة، هاي الملكة. وشوف اذا اذا ببين معكم التصوير وضع البيض. طبعا هسه في خلايا بتلاقيها واضع، في ملكات واضع بيض جديد يعني بيض حديث، وملكات بعدها مش واضع بيض، او انه بيضها اصبح عبارة عن يرقات. هاي هاي هون يا اخوان، بس مش راح يبين، هذا بايضة الها، بايضة بنت يومين، هاي بيضها حديث بعده، يعني هاي ما راح يبين معك بالتصوير، هذا البيض ما راح يبين معنا بالتصوير. هسه بنشوف خلية ثانية، احنا ورجيناكم الملكة فيها، هاي الملكة شغالة ما شاء الله عليها. هون هسه راح نشوف شو الخلايا الثانية. يا اخوان بالحالة هاي، في حال الملكة بعد ما تضع الملكة البيض ويصبح البيض دود، هاي مثل ما شفتوا اربع اطارات، احنا قمنا تقسيم، قمنا بالتقسيم على اربع اطارات. هسه هاي بدها تصل على 10 اطارات خلال ان شاء الله، ان شاء الله في خلال اقل من شهر. هاي رايحين نقوم على تدعيمها طبعا باطارات مثل ما ذكرنا في الحلقة في فيديوهات سابقة، رايحين تشوفوا كيف قمنا بتدعيم الخلايا سابقا. في خلايا تم تدعيمها، هاي كله احنا بنقسم على 4 اطارات مثل ما ذكرنا سابقا، القسمة بتتم على 4 اطارات. هاي هون كمان بيض حديث، بيض حديث بس ما راح يبين بالتصوير اتوقع، هذا بيض حديث تصوير ما راح يجيبه. المشكلة التصوير عندنا ما بيجيب غير البيض اللي هو عبارة عن دود او يرقات. هاي كمان هون، هذا كمان الاطار فيه بيض، هاي هون كله بيض الاطار ما شاء الله، هاي هون منطقة، هاي بيض حديث بس يا اخوان ما راح يبين بالتصوير. هسه احنا بنحاول شو، لانه هسه الملكات مش كلها بتتلقى حيب نفس اليوم. هسه رايحين نلاقي خليه فيها بيض دود ان شاء الله او يرقات، ونورجيكم اياها. هاي طبعا القسمه الاولى يا اخوان، هاي القسمه الاولى،
شوف صاير خليه كمان هون. هذول يا اخوان طبعا راحات رايحين ندعمهن، هذول رايحين نزيدهن بالاطارات مثل ما حكينا لكم، رايحين نزيدهن اطارات هذول الخلايا. شوفون هذا الإطار ما فيه بيض، هذا يا اخوان هون كمان بيض حديث كله، هذا كلياته هون بيض حديث كله ابن يوم ويومين. هي هون اذا ببين بالتصوير منطقة هاي، هذا كلياته بيض حديث. هاي الملكة شايفين، هاي الملكة متلقحة ما شاء الله، هاي طبعا الملكة هاي سلالة بيكفاست، هاي من سلالة بيكفاست. هاي الخلايا اللي تم زراعتها اول اول زرعة عندنا مناحلنا، رايحين ان شاء الله نظل معكم خطوة بخطوة عشان نورجيكم هاي الخلايا اربع اطارات ان شاء الله كيف راح تصير تتطور بسرعة ان شاء الله راح تتطور بسرعة. هذول عندنا الخليتين هذول تم زراعة ملكة ادخال ملكات حديثة لهم بعدين، يعني هذول ملكات حديثة تدخل لهم. هذا كان كل ما لدينا في هذه الحلقة، الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.